لك على حاجه بامانه. يمكن كابتن رضا اخد الجزء الاكبر. بص لا كابتن رضا طبعا يعني استاذنا وبنتعلم منه يعني بنتعلم منه طبعا، لكن خليني اقول لك يا فاروق بالامانه نادي الزمالك النهارده بيعمل ماتشات كبيره جدا. نادي الزمالك يمكن مستواه ثابت من بدايه الموسم، عندهم اصرار في ثقه في الاداء بصرف النظر عن طريقه لعب الاسماعيلي كان فيها اخطاء. قلنا يمكن الكابتن ايهاب جلال النهارده كان في حاجه ملاحظه انتم محدش قالها، ان محمد عادل ده ما كانش بيلعب ديفندر بالنظر لغياب محمد حسن من مباراه الاسماعيلي، كان عنده انذارين وكان بيلعب رقم ثلاثه. حاجه ثانيه يعني انا شفت اداء الزمالك النهارده، لا في ثقه، في اصرار على الفوز، في اصرار على البطوله، فدي كمان بتديك حاجه كويسه جدا للعيبه، كل اللعيبه او كل الجهاز الفني باللعيبه اللي موجوده بره على الدكه، ان هم بيضغطوا عن اي حاجه، عندهم اصرار فعلا على المكسب، ودي حاجه يعني انا شخصيا بسطاني جدا. يمكن النهارده احمد فتوح ما كانش مفاجاه ليا ان هو يلعب، لا هو لعيب كويس جدا ولعيب بس فين بقى هي دي كانت، لا هو كان وجهه نظر الراجل ان هو عايز يستغل سرعاته، بدليل النهارده كل اللعيبه كان بتلعب، ممكن يكون كان تاهي في بدايه المباراه لكن هو ادى بشكل كويس جدا، الا في تحركات يمكن الزمالك استغل الاخطاء اللي موجوده عند نادي الاسماعيلي، تحركات اوباما، تحركات زيزو، سيف الجزير النهارده يعني بيثبت انه فروت كويس جدا ومكسب كبير جدا لنادي الزمالك النهارده، يعني يمكن طارق حامد بيأدي بشكل كويس جدا. الحاجه الملحوظه المهمه جدا يا فاروق النهارده امام عاشور، ويمكن من اللعيبه كويسه جدا ومبشره انه يبقى لعيب دولي ولعيب كبير جدا. حاجه تانيه عنده اصرار على الشوط، ودي ما بنشوفهاش في حتت كتير جدا او في لعيبه كتير جدا في الديفندرات، انه بيكمل ورا الفراوده، لا النهارده بيشوط وبيجرب وبيحاول. النهارده كمان يعني اصرار نادي الزمالك في بدايه المباراه في الشوط الاولاني، وانت في الناس بتتكلم اه انت بتلعب الاسماعيلي لكن فرقه كبيره، لكن الشوط الثاني في خلال 10 دقائق او ربع ساعه كابتن رضا في بالظبط 8 ركنيات كورنر، يعني ده بيديك دليل ان الزمالك ضاغط وضاغط بشراسه وعاوز يكسب. لكن اي حد هيتكلم على التفويت او يقول لك ده ساب وده مش ساب، انا لا ما حدش يقدر يتكلم كده وما حدش يقول كده، لا الزمالك فرقه كبيره جدا بتلعب على بطوله، عاوزه تكسب على البطوله، بيكسب بطوله وده اصرار وده حقهم وحق مشروع ليهم. بالتالي زي ما قلنا في بدايه الحلقه، لا البطوله باقدم اللاعبين، هم اللي عندهم الحافز وهم عندهم الدوافع، المدير الفني هو عليه ان هو بيتكلم على الورق وبيتكلم على السبوره بيحط التشكيل المناسب. انت بتتكلم في فرقتين كبار جدا، فرقتين هم اللي واخدين اصحاب الشعبيه الكبيره جدا، فعيب ان احنا نقول ان نتكلم على تفويض، لكن احنا بنتكلم ان الفرقتين فرقتين كبار جدا، فرقتين عندهم لعيبه دوليه، لعيبه تثبت ان هي تاخد بطوله وتستحق انها تاخد بطوله. طيب كابتن شريف برضو مباراه اليوم وفكره